بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، على بركة الله تعالى أعلنت انطلاقة ثامن الأشواط المخصص إلى سن الحجاج الجعدان هجن أبناء القبائل. 3 كيلومتر هي المسافة المقررة. نطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح والناموس. أبحر على الصدارة واذهب إلى مقدمة هذا الشوط مع الفاتن جعفر بن سالم بن ذويب العامري، هو من يقدم لنا الفاتن على المركز الأول، بينما مشغل من يأتي على المركز الثاني راشد بن صابر بن سعيد الاشتبي، هو من يقدم لنا مشغل على المركز الثاني، والوصول أيضا من مولع السعيد بن سهيل بن دريوي الاشتبي يقدم لنا مولع، غير الآن وانتقل إلى المركز الثاني، بينما المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظات ويخطف المركز الثالث. هناك مخلاب عوض بن ناصر بن حمود المالكي، هو من يقدم لنا مخلاب على المركز الثالث، والمركز الرابع مشغل راشد بن صابر بن سعيد الاشتبي مقدم لنا مشغل على المركز الرابع، والوصول ايضا من شاهين على المركز الخامس، سعيد بن نصيب بن احمد الحميري مقدم لنا شاهين على المركز الخامس، والمركز السادس ريمونتاد ايضا يتقدم لعبيد بن مصبح بن عبيد بن مصبح الاشتبي محتل المركز السادس، والمركز السابع يتقدم في هذه اللحظات هملول لحمد بن فارس بن حمد الشامسي محتل المركز السادس، والمركز السابع الوصول مشعار بن معدن مع أيضا أو ناصي على المركز الثامن لبدر بن حميد بن محمد بن سالم الزرعي محتل المركز الثامن، والمركز التاسع يتقدم مبلش للشريجي بن محمد بن محمد اشتبي، وأختم النداء بعاشر المراكز اللي هو مغوش لمحمد بن عتيج بن سيف بن حاضر العميمي. هكذا كان النداء الأول للعشر المراكز الأولى. حبلنا الكريم، دعنا لحضراتكم بالوفاء والتمام، لنا عودة والعودة حميدة بإذن الله تعالى مع التغيرات التي جرت وطرت مع الفاتن. يا سلام، جعفر بن سالم بن يزرب بالذويب العامري مقدم لنا الفاتن، وبدأ أيضا يشكل الخطورة من بداية هذا الشوط حتى هذه اللحظات، وهو مسيطر على زمام الأمور، يتربع على عرش القيادة، ماخذ أيضا زاوية يمنى مميزة، بينما دور المركز الثاني أصبح من نصيب مخلاب لعوض بن ناصر بن حمود المالكي محتل المركز الثاني، وشعار بن دريوي قادم يا سلام مع مولع لراشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي الاشتبي أيضا مقدم لنا مولع على المركز الثاني والمركز الثالث والمركز الرابع، يتقدم ناصي لبدر بن حميد بن محمد بن سالم الزرعي أيضا محتل المركز الخامس، والمركز السادس مبلش لشريجي بن محمد اشتبي، والمركز السابع الوصول في هذه اللحظات من مغوش محمد بن عتيج بن حاضر العميمي، لنا عودة والعودة حميدة. خلاص جولة الأوامر النهائية مع الفاتن ما شاء الله لجعفر بن سالم بن يزرب بالذويب العامري، هو من يطلق عنان الفاتن والعصا قوس وينفرد انفراد كلي عن بقية المراكز. ما شاء الله، يا سلام، ياهو أداء مميز ما شاء الله، يا سلام. وبدأ أيضا بدأت الأوامر شبه الأوامر الطفيفة على الفاتن، وفاتن فعلا أن فاتن في شكله، فاتن في أداء، فاتن في عرضه، فاتن أيضا في الشكل المميز، وأيضا الفاتن غني عن التعريف وينحدر أيضا، ولكن شوف شعار بن دريوي قادم، وقادم أيضا خوف، وصل خوف المبارك بالعود بن حمد بالعود العامري، يا الله 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 الله، يا سلام، بدأ يشكل الخطورة النهائية. شعار أيضا بن كليب قادم مع نجد محمد بن سيف بن علي براشد بن كليب الاشتبي، يا سلام، وصل أيضا، وصل خوف 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 قادم، شعار بن دريوي، شعار بن كليب قادم، ولكن خوف أو نجد ولا خوف، خوف مبارك بالعود بن حمد بالعود العامري هو من يصدر الأوامر على آخر الأمتار النهائية، وصل أيضا مولع راشد بن سعيد بن سهيل بن دريوي الاشتبي، شعار بن كليب قادم، ولكن خوف الأمتار الأخيرة، خوف
بن دراوي، شعار بن دراوي قادم ما شاء الله، ولكن خوف خوف ولا شعار بن دراوي خوف ما شاء الله. تهانينا لمبارك بن العود بن حمد بن العود العامري على فوز خوف في المركز الاول، وايضا شعار بن دراوي اللي هو مولع سعيد مسهيل ما قصر بالحقيقه، ادى عرض يشكر عليه راشد بن سعيد بن دراوي محتل المركز الثاني. المركز الثالث الوصول ايضا من نجد محمد بن سيف بن علي براد بن كليب اجتبي. المركز الرابع الوصول ايضا ناصل بدر بن حميد الزرع والتوقيت 4:40 ايضا يسجلهم خوف تحت اقدامه. تهانينا لمبارك بالعود بن حمد بالعود العامري على فوز خوف، وفاجأنا في الامتار الاخيره وحسم الشوط لصالح هذا الشعار. تهانينا الى الجميع، الف مبروك والناموس. تهانينا والناموس.